ازيكم يا احلى مشاهدين، يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده وما تجيبش حاجه وحشه لحد يا رب، ويعافي الدول العربيه كلها والاوروبيه والسعوديه جميع الدول، ربنا يعافيها ربنا يشفي كل مريض. النهارده جاي لكم فيديو حلو قوي هتستفادوا منه، فيديو مهم جدا. بس يا ريت الاول مره اشوف الفيديو يا ريت تشرفني اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. طب ايه هو الفيديو بقى؟ انا هقول لكم، شوفوا معايا تمام. بصوا مش عارفه بقى، في ناس كتير ما تعرفش ده الفجل الابيض. ده الفجل الابيض في ناس كتير عارفاه وفي ناس كتير ما تعرفوش. الفجل الابيض ده لو تعرفوه مش هتخلوه من البيت نهائي. الفجل الابيض ده بيحتوي عن 26 فايده للجسم. اول حاجه بيمنع البرد ونزلات البرد لان بيبقى غني بفيتامين سي، ويمنع البرد والانفلونزا، وبعدين بيمنع سرطان المعده، حلو قوي لمرضى السكر، بيقوي عضله القلب، يعني تحفه تحفه تحفه. وفي الياف كتيره جدا، يمنع الامساك، بيحافظ على الكلى. يعني انا مش عارفه اقول لكم، انا لما عرفت الحاجات الكتيره قوي من الفجل، في ناس كتير قوي تهمله وفي ناس كتير ما لهاش علاقه بيه، لا دي حاجه كويسه جدا. كمان في الايام اللي احنا فيها دي ندور على اي حاجه ترفع معانا المناعه، اي حاجه يعني تبقى كويسه معانا وتغذينا وتغذي ولادنا. طيب يا حبايبي بصوا يا بنات، الفيديو ده الفجل ده فيه كتير قوي 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 من الفيتامينات زي ما قلت لكم. الالياف حلو قوي للكلى، ينظف الكلى من الشواهد اللي فيها، حلو قوي لمرضى السكر، بيحافظ على عضله القلب. فيه فيتامين سي زي ما قلت لكم عالي جدا، عالي قوي بالالياف، مضاد الاكسده. مش قادره اقول لكم فيه كميه فيتامينات عاليه جدا. انا صراحه بصوا جبت قد ايه، انا كده كده بحب اجيبه واحتفظ بيه، انضفه واحتفظ بيه في الثلاجه. هننضفه مع بعضينا، هنجيب طبق فاضي زي كده تمام. هعمل ايه بقى؟ هركن بس كده الفكرة على جنب واحط الطبق جنبي اهو. بصوا يا بنات هغطاه هنا اهو، اهو الفجل اهو تمام كده. بصوا بقى يا بنات هنفتح اهو، هنفك الرباط كده تمام كده، هنمسك الفجلايه تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبتدي انضف الراس بتاعتها، احط جنبيه كيس كده تمام اهو، كيس جنبي كده. هبتدي بقى احط اهي، بصوا يا بنات ما تاخدش اي حاجه ولا مجهود ولا اي حاجه، اهي اهي تمام كده اهي، خلصت الشغلانه اهي. بصوا يا بنات اهي تمام كده. بصوا لو واحد او فيها بقى ورقه صفراء ورقه مهمله كده هنشيلها. ما نقطعش الفجلايه، يعني ان احنا ما نقسموش بالنص بالنص. بصوا يا بنات اهو، هشوف فيها حاجه مش نظيفه زي كده، بصوا اهو، عشان لو احنا سيبنا ورقه فيها من كده، ورقه صفراء بصوا بالمنظر ده كده، هتبوظ لنا الفجل بتاعنا. الورقه هتتشال كده تمام، وابتدي انضف كده اهو، اخد على ايديا كده اهو زي ما بوريكوا كده اهو. بصوا يا بنات حلو جدا جدا جدا، ونشيل الحته من فوق اهي، وهنركنها في طبق فاضي عشان طبعا هنغسله. هبتدي برده اخد غيرها، هبتدي ابص فيها، فيها ورقه خضراء، فيها حته مكسوره من فوق، فيها اي حاجه تمام كده، ما فيهاش حاجه، هنضفها زي ما قلت لكم اهي تمام كده. غني جدا يا بنات، بيمنع دور البرد والانفلونزا لان فيه نسبه فيتامين سي عاليه جدا، ده اللي احنا محتاجينه اليومين دول، ده اللي احنا محتاجينه اليومين دول زي ما انتم عارفين. ربنا يعافي الناس كلها يا رب. بصوا هتلاقوا مثلا ورق مقطع من غير راس تمام، هنشيله. اهم حاجه بصوا اهو زي ما قلت لكم كده اهو، اهو يا بنات هبتدي الورق حلو هشيله، ما فيهوش اي حاجه. بصوا وانتوا بتنقوا الفجل يا بنات، نقوا الفجلة الصبحة المرعرعه، ما تنقوش اللي هي فيه فجل منه قصير كده صغير كده وقصير، ده بيبقى مرر شويه، لا نقي الواحده الصبحة الحلوه دي. بصوا ما نقيش الدبلانه تمام كده اهو. بصوا هننضفها كده اهو، هكمل انا بقى بقيه الكميه. بصوا اهو، وبعدين ارجع لكم تاني. بصوا اهو زي ما قلت لكم هكمل انا بقى انضف بقيه الكميه وهرجع لكم تاني. بصوا يا بنات انا نضفت الفجل معاكم اهو زي ما وريتكم، بصوا انا نضفته. طب هعمل ايه دلوقتي؟ هروح افتح عليه الميه، اشطفه الاول شطفه تمام كده، وبعدين هنقعه حوالي ربع ساعه، مش هكتر عن كده عشان الخل ما ياكلش الاوراق الخضراء بتاعته تمام. يبقى اروح هو هفتح عليه الميه وهغسله وهنقعه ربع ساعه، وبعدين هرجع لكم تاني.
رجعت لكم تاني يا بنات. انا كده غسلته كويس جدا، نقعته زي ما قلت لكم ربع ساعة في مية وخل، وبعد كده شطفته مرتين. اهم حاجة يا بنات غسيل الخضار كويس جدا، مية وخل لازم لازم غسيل الخضار كويس جدا. بصوا الفوايد بتاعته عالية جدا جدا جدا. انا هسيبه لغاية ما يصفى كده براحته، وبعد ما يصفى هجيب حاجة نظيفة مثلا شنطة زي كده او حاجة، تمام؟ يعني كيس نظيف كده هبتدي اشيله. كده انا رجعت لكم تاني. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبتدي احفظ الفجر بتاعي، تمام؟ كيس نظيف، تمام؟ كيس نظيف ما يكونش ايه مبلول ونظيف، هبتدي احطه. بصوا يا بنات اهو هركن ده على جنب، بس اهم حاجه ايه مصفيه من الميه كويس. او ممكن نحطه على فوطه نظيفه، يعني ممكن نحطه على مصفى بعد ما يصفى هنحطه على فوطه نظيفه شويه وهنشيله، بس اهم حاجه يكون مندي شويه، ما يكونش ما فيهوش ميه خالص، لان لما يكون مندي شويه بيحافظ على الفجل بتاعي يقعد في الثلاجه عندي بالاسبوع. الفجل يا بنات ما بيقعدش اكتر من اسبوع في الثلاجه للامانه، عشان خاطر الالياف بتاعته عاليه جدا، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ هنخليه مندي شويه زي كده، مندي شويه زي كده، تمام؟ وهبتدي هجيب كيس نظيف بتاعي، تمام؟ اهو، وهبتدي ارص الفجل بتاعي، اهو يا بنات بصوا، اهو، هرص الفجل بتاعي، تمام كده؟ اهو، هرص الفجل بتاعي كده، اهو، واحدة واحدة كده عشان ما يتكسرش، خدوا بالكم برضو منه عشان الفجل حساس، تمام؟ اهو، هرص كده، تمام؟ ما خدش معايا حاجة. وبعدين القيمة بتاعته القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا، كفاية بس اللي هو بيمنع دور الانفلونزا والبرد اللي احنا محتاجينه اليومين دول خالص، تمام؟ الياف بتاعته عالية جدا جدا، يعني بصوا قيمته الغذائية عالية جدا، فيه 26 قيمة غذائية. والاصل حزمة الفجل بكام يا بنات؟ حزمة الفجل بجنيه، وفي مناطق بتبيعها بنص جنيه، وفي مناطق بتبيعها ب 75، يعني يوم ما بيغلى قوي ما بيزيدش أكتر من الجنيه. يعني مش حاجة، تمام كده؟ أهو بصوا أهو، تمام؟ هرسم بس ده على جنب كده أهو، تمام كده؟ أهو الفجل بتاعي أهو، تمام كده؟ هاكله بقى مع أي حاجة، مع خضار، مع فطار، حلو أوي كمان مع الفطار، مع فول وطعمية وبطاطس، الكلام ده كله حلو أوي، بيفتح النفس كمان للأكل، وكمان لما بناكله ومعاه مثلا تعرف البطاطس تبقى شاربة زيت والكلام ده كله، دوت بيمتص الدهون. بيمتص دهون الاكل سواء في الفطار او في الغداء. وبعدين حلو جدا، حلو قوي الامساك، بيضيع الامساك خالص، بينظف الكلى من كل الشواهد اللي فيها، بينزل السوائل الزياده اللي في الجسم. تحفه 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 بامانه بامانه. انا اول ما عرفت الفوائد بتاعته دي قلت لا لازم اصورها لكم تستفادوا زي ما انا هستفاد منه. وبعدين هلف بقى، بصوا هبتدي الف بقى كده، مش هحط معاه اي حاجه. اهو يا بنات هبتدي الفه كده، تمام كده، واحفظه في التلاجة بتاعتي. ده هيقعد معايا اسبوع في التلاجة. بعد اسبوع لو حبيته بقى جربته ولقيته حلو وحبيته تجيبه تاني مفيش مشكلة، هيبقى حلو قوي. اهم حاجة بس تحفظوه زي ما قلت لكم في التلاجة، يبقى الورقة مندية ما تبقاش ناشفة قوي، بعد ما نغسلها ما نشفهاش او نسيبها مندية عشان بيحتفظ بالمية بتاعته، بيفضل بخضاره. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، يكون وصلت لكم معلومة استفادوا منها. مطبخ ميرفت معاكم، يا ريت اول مرة اشوف الفيديو يتشرفني اشتراك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد واستفادة جديدة. مطبخ ميرفت معاكم، السلام عليكم.